صباحية من جديد لكل متابعين عبر صباح الشروق، فقراتنا مستمرة، وفي هذه المرة حنذهب لواحدة من الفقرات المهمة والموضوعات المهمة، التصوير الفوتوغرافي إلى أي مدى هو يوثق إلى جمال الصورة، سواء كان جمال بورتريت، سواء كان جمال مكاني، سواء كان جمال الطبيعة وتفاصيل مختلفة اللي بيعيشها الإنسان. الجميل جدا يا حسام إنه الآن التصوير ذاته بحد ذاته بقى شغال مرسل، بدي المتلقي معلومات حية. زمان كان المعلومة احنا بنشيلها بس من التلفزيون ومن الإذاعة ومن الصحافة، الآن التصوير بقى موجود في كل مكان سواء كان عبر الموبايل أو الكاميرا. وانتشر أيضا عدد كبير جدا من المصورين المحترفين لهذا المجال وهذه المهنة، وبكل تأكيد هي مهنة وفيها مهنية كبيرة جدا. هناك أيضا مواصفات حتى نطلق هذه الكلمة على كل من يحمل كاميرا مهما كان هذه الكاميرا أو كان نوع تطور هذا التصوير منذ الكاميرات القديمة. اليوم في السودان التكنولوجيا، سعداء جدا أنه ينضم إلى داخل الاستوديو واحد من محترفي المجال، له باع جدا في هذا المجال، وأكيد عدد من اللقطات عبر عين الكاميرا كانت جاذبة جدا، سنشاهد منها اليوم إن شاء الله في صباح الشروق. هذا المصور الفوتوغرافي المحترف أستاذ محسن أحمد، أهلا بك. سعيد كله بخير وسلام عليكم إن شاء الله. آمين، كل عام وأنت بخير. كل الشعب الفوتوغرافيك او الصوره الفوتوغرافيه في اي مكان في اي زمان، ولاي مدى هي ممكن احنا نستعين بها في اوقات مختلفه في حياتنا ونعكس الجمال من خلالها. هي بدايه الصوره الفوتوغرافيه يعني كبدايات، يعني بدا اكتشفنا العالم العربي ابن الهيثم، بعد ذاك هي تطورت من كانت يعني اختراع عظيم، بقى انه يعني تطور التكنولوجيا. الصورة مهمة جدا كانت، لكن فقدت قيمتها مع التطور التكنولوجي للهواتف الذكية للكاميرات، فبقت الصورة هي الآن يعني شاملة أي حاجة، لكن في فقد المصداقية، يعني فقدت مثلا قيمتها لأن بقت عدم المصداقية في الموبايل أو مع التطور. صح، فالإنسان بياخذ صورة أو بيصور بالموبايل، ده معنى التكنولوجيا بعيد عن الكاميرا. صحيح. هو زول بتاع الكاميرا هو زول محترف. صحيح. كويس؟ وزول دي مهنته. لكن الآن مع التصوير السيلفي مع الخصوصية، يعني مثلا نكون أنتوا قاعدين في حتة، زول يتعدي خصوصيتك بأنه صورك بموبايله وأنت تسايبها في السوشيال ميديا. كويس؟ تغيير الأحداث. يعني ممكن يكون في حدث حاصل. كويس؟ شائعات. أي يروج لها. كويس؟ الحدث الحصري زمان، يعني القنوات او الجرايد بيكون عندنا مصور ويكون حدث حصري، الان مع الموبايل بقى ما في حدث حصري. صعب جدا، صعب انه يجي حاجه حصريه، فبقى اي زول بيصور الحدث وبرسله قبل ما القناه او الجريده او عشان كده انا دائما بقول انه لابد من انه يكون في غرفه مختصه في الردود السريعه، سواء كان الموضوع عبر الصوره حقيقي او شائع او مفبرك او غيره، لازم الناس تكون جاهزه خصوصا في الاعلام. اكيد، لانه الاعلام الجديد حيقودنا لمتاهات كبيره جدا. ودي حقيقه، يعني قلت لك مع تطور التكنولوجي للصوره الان، يعني شركات الهواتف الذكيه بقت انه المنافسه الحقيقيه بينها انه تجود امكانيات الصورة الكاميرا حقتها. يعني هاتفي الان اربع كاميرات، ثلاثه خلفه الاماميه، فهذا بيقود لي يعني انه لمثلا المستقبل تظن في الخصوصيه، يعني انه الناس تتعدى خصوصيه، تكون ما في خصوصيه مع التطور بتاع الاجهزه الذكيه. جميل جميل. طيب، في السودان بصوره عامه انت يعني عندنا نموذجين الان من الـ من الـ من الكاميرات الاحترافيه وتطور التكنولوجيا هنا في النيكون، وفي الموديل القديم انا ما اعرف هو كان تسميته كده موديل قديم، نتكلم عن شركه تعاملنا نحن معاه وتعاملكم كمحترفين يعني مع الصوره في السودان. هي طبعا يعني
الى ان جاءت الكاميرات الديجيتال. الكاميرات الديجيتال ظهرت في عين ناس معامل كوداك في الولايات المتحده الامريكيه، لكن مع تطور كويس في شركات كبيره طلعت من السوق. ثبتت شركات معينه اللي هو النيكون والكانون. فكان في يعني في جدل بين الشركات بهل التصوير او التكنولوجيا التصويريه الان بقت نغمه ام نعمه. فهي بقت نغمه للشركات التصوير القديمه، ناس اكفا وناس زينيت وما شابه ذلك. اما الشركات الجديده المصاحبه يعني زي مثلا شركه جو برو او الشركات المصاحبه للصناعات الزواكر الاشياء المصاحبه للكاميرات، هي يعني بتجي ان المبيعات نسبه المبيعات في الشركات نزلت في الفترات الاخيره كويس. كذلك دراسه مهنه التصوير في الجامعات العالميه انخفضت يعني من عام 2000 من 2000 من عام 2007 لغايه 2017 يعني نسبه دراسه فن التصوير في العالم انخفضت في الجامعات العالميه. دي واحده من المراحل. يعني الفيلم ده فيلم قديم 65 كويس. دي المادة الجيلاتينية، مادة كيميائية اتطورت بعد ذلك، نجي ظهر لنا في الكاميرات دي ما يسمى بالسنسور اللي هو السنسور اللي هو طبقة حساسة. يعني زمان يعني الفيلم أو المادة المصنعة منها الفيلم اللي هو نترات الفضة هي بتتأثر بالضوء كويس، بتخش عن طريق العدسة بيتكون لنا الصوره بيحمض في المعامل. الان مثلا التحميض قديما يعني قديما الان بقت مع السنسور مع العدسه مساله فيزيائيه كويس، انه البعد البوري من العدسه للشيء المراد ومن داخل العدسه للسنسور او الطبقه. هل في حاجات معينه يعني بتستدعي انه نستخدم نفس الطريقه القديمه دي ولا ما شرط؟ هو الان على مستوى العالم انتهت. انتهت. يعني صناعه الافلام بقت ما في، صناعه الكاميرات بقت ما في. الكاميرات الحديثه وهي زي ما قلت لك الاخيره كويس في مبيعاتها في تصنيعها، لان ظهرت الشركات المنافسه في الهواتف الذكيه. طيب مع ظهور الشركات الجديده والتقنيات الحديثه تطورت برضه، يعني كل يوم بنشاهد تطور، بنشاهد جيل جديد من انواع الكاميرات حتى من الملحقات الفلاشات الزواكر العدسات تطورت باختلافها لكل واحده منا ولكل تقنيه منا استخدام معين. قلت لك هي تطورت، لكن الهواتف الذكيه اثرت على يعني اثرت في المبيعات. يعني الان بدل ان اشتري لي كاميرا مثلا ب 100 وحاجه مليون، افضل لي اشتري لي تليفون ذكي بنفس الفهم، لكن يعني زي قلت لك فقدت الصوره قيمتها، فقدت قيمتها بالناحيه العلميه بتاعتها باسسها بقواعدها. يعني انا بس مثلا دار اصور يعني الان الاسكيب طبيعه عندي اسس وقواعد معينه اصور بها، لكن الان بالموبايل اكون تراقب العربيه يجب كبر المكنبه اللي لقيت الغروب يصور الغروب من غير اي دراسه علميه. ممكن تكون في حوامل مع التليفونات الذكيه، عشان في حوامل مع التليفونات الذكيه. لكن خليني اجيب عن يعني دقه الصوره ذاتها في 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 الهواتف الذكيه وفي الكاميرا، يعني وضوح الصوره بتمكن تكون اكثر دقه من خلال الكاميرا والهواتف الذكيه، هل في فرق ولا هي بتدي نفس الكواليتي ونفس الغرض؟ هي فرق الكاميرا هي طبعا أكبر يعني الكواليتي بتاعها عالي، لكن برضه برجع لك قلت لك انه الشركات الهواتف الذكيه بقت التنافس بتاعها في الكاميرات، يعني الكاميرا المصاحبه للموبايل انه التنافس بقى صعب جدا جدا وغوي وشرس عشان نظبطها. نعم جميل. نعم. طيب نشوف بعض اللقطات الان هي معانا في الشاشه. نعم. ويا ريت لو كلمتنا عنها. ايوه دي صوره لرقصه الكمبله، دي الجامع الكبير تصوير ليلي. دي صوره لرقصه الكمبله، هي رقصه الكمبله من الرقصات الشعبيه في كردفان. صحيح. يعني دي لقطه برضه الجامع الكبير. يعني دي حاله بتاع الذكر، يعني دي تثبيت الموشن او الحركه تحت الذكر موفي. ايوه دي انا كنت في كوبري المكنمير داير مشرق الناس صور الغروب جيت المركب. ده مسجد الخليفة، ده نوع من التصوير اسمه السلايد السوليد، ده الغروب منطقة المغرب. دي في ولاية جنوب كردفان، يعني صورة جميلة جدا. دي الغباير البقارة والغباير الرعوية بترحل من موسم الصيف لموسم الخريف جنوبا وشمالا. صورة ثانية دي الغباير الهوسة برضه في ولاية جنوب كردفان، هم ده في رحلين من الشمال للجنوب كان في فصل الصيف ماشيين لبحر العرب. يعني دي حركه رحول. دي حركه رحول.
دي صورة يعني جد مؤلمة، جميلة ومؤلمة. مؤلمة دي لمدرسة في ولاية جنوب كردوهار في المنطقة الشرقية، في أكبر منجم للتعدين، منجم ماجون كويس، وما قادرين مدرسة الفصيل ده المسجد الكبير من حقيقة رشاد. صورة جميلة. ده جبل أبو عنجة في محلية رشاد، ده اللي عسكر فيه الشيخ حمدان أبو عنجة أبطار المهدي. نعم. دي برضو دي البجراوية. البجراوية صحيح. دي فراشة، الناس تعود إنه تلقى الفراشة في الوردة. أنت لقيتها في الصخرة. أنا لقيتها في موية وبتشرب لها في موية. موية. ده اقدم عسكري في الحرس الجمهوري، توفى يعني قبل فتره الله يرحمه ويغفره، كان في تغيير الحرس الجمهوري. ده برضه شغل من السوليد في خزان جبل اولياء. على غروب برضه تقريبا هي نص النهار، دي ايام احتصام القياده العامه. وسخته برضه وسخته للاحتصام. نعم. دي يعني نوع من التصوير بنقول عليه هو الطبيعه الصامته والاشياء الصامته. دي صورة برضو يعني هزتني ومؤلمة، انه دي يعني طلبة بتاع رياض اطفال ماشيين، وده طفل مشرد بلقط في الغمامة عشان يقتاد لأهله. يعني دي مفارقة عجيبة فعلا، مفارقة في التعليم وجانب التعليم، وانه وفي حماية أسرة وفي حماية طفل وطفل زي دي صورة يعني مثلا. يعني دي ممكن منتجات محليه والله زي عمها حاجه عندها قيمه غذائيه كبيره جدا. احنا برضو يعني مع الجمال اللي شفناه عبر الصور الفوتوغرافيه وتوثيقك ليها وللحالات الانسانيه، ده بيعتمد على انه اي مجال في اي مكان سواء كان في السودان او اي حته عنده رساله، ورساله ساميه جدا في انه كيف يقدر يوثق للحالات، يوثق للجمال، يوثق للحالات الانسانيه، يوصل برضو صوت لهم للجهات المختصة. زي ما شفت تفاصيل كثيرة بيعيش الإنسان مع حركة الكاميرا ويكون فيها تطواف. الحاجة دي تكلمنا عن العالمية في حياتك، ويعني لأي مدى أنت ممكن تساهم في أنه تقدم حاجة جميلة تعبر عن السودان عالميا؟ والله انا يعني طموحي محدود زي ما نقول، العالميه لسه ما اتفرغنا عليها. لازم يكون طموحك كبير لانه ربنا بدي الجنه. ايوه، لكن برضه يعني برضه بنصور حياتنا الجميله في بلدنا، بننشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، واي صوره انا بنشرها في الفيس في الانستغرام هي كيف بيكون التفاعل؟ لما تنشر صوره في الفيس او في انستغرام او كذا، تفاعل الناس بيكون كيف؟ والله في التفاعل بديك لايك، وصورة اساسا ما للتفاعل. يعني انا اتمنى انه اي مصور ينزل صوره انه مصور اعلى منه او يبدو رايه في الصوره، يبدو عيوبه فيها، يبدو حياته كده، يعني ما انك بس تعمل لايك. ممكن تقدم رساله برضه زي رساله الطلبه في الحافله، وفي واحد في رسائل كبيره جدا. نعم ايوه، في رسائل، لكن احنا كمصورين سودانيين او معظمنا كمصورين سودانيين بيهتموا بالمسؤولين اكثر من يهتموا بمسؤولياتهم. دي مشكله احنا عارفين في سودان، تغييرنا ده نهتم بمشاكلنا اكثر من المسؤولين ان شاء الله. زي الاحساس العالي من الجمال، انت بتلتقط اللقطه مهما كانت مؤلمه، لكن برضه انت عندك احساس عالي بكون لكادر معين، لزوايا معينه، لقواعد معينه انت بتتبعها، ولذلك الجماليه بالنسبه لك في التقاط الصوره، عشان ما تخرج صوره جميله في النهايه بقواعدها، باللمسه الجماليه واللمسه الفنيه. في الاونه الاخيره والسنوات الاخيره بقينا نشاهد انه في كثير جدا من البرامج والتطبيقات اللي بتعمل وتقوم على تعديل الصور. انا دايرك تعلق لي في الحته دي، زي برامج المونتاج المختلف الفوتوشوب والى اخره يعني. فكيف انت شايف الحاجه دي من زاويه نظرك؟ يعني لما نجد البرامج المصاحبه للصور الفوتوغرافيه، يعني زي ما قلت الفوتوشوب، هي برامج خطيره جدا جدا. خطيره يعني ذو حدين، يعني فيها حد الفني وفيها الحد الكذبي. يعني الحد الكذبي يعني ممكن انت تصور لك احداث كويس وتدخل فيها اشياء ما عندها علاقه بالاحداث وتدخل الحدث وقعت ليك. يعني يعني مثلا يكون في احداث، يعني مثلا احداث بتاعت برشلونه الان، يعني نزار ربنا سبحانه وتعالى طيب الخواطر، ويمكن تلقى زول بالفوتوشوب ينزل صور لجثث محروقه في حته ثانيه في منطقه ثانيه في بلد ثاني ما عنده علاقه بالسودان، و
حاصله في السودان او حاصله الان في البرامج المصاحبه. صحيح. طيب احنا نتمنى ان يكون في يعني لتوسيق الحاجات، لانه احنا زمان بنقول الحفظ بنوثق له بالكتابه. ايوه. والجمال بنوثق له بالصوره، يعني احنا لو كتبنا وما صورنا بيكون ما في فائده. طبعا في مصر تصيرنا بيقول لك يعني ربو صوره بتغني عن 1000 كلمه. نعم. صحيح. صحيح. طيب. التحيه طيب. لكم احنا يمكن يعني كده في ختام حوار ده لنا من صوره كده على الهواء رايك شنو؟ ايوه صورنا على الهواء. انا داري اذا ذاتي انا ممكن اصور ولا لا، بعرف ولا لا بعد ما اشوف. هاي داري منك صوره، طالبين صوره الان على الهواء. جدا احنا يعني معظم الشعب السوداني كلهم مصوراتيه مع الهواتف الذكيه دي، لكن لا الكاميرا دي طبعا عندها ناسا يعني. صورة الآن على الهواء. وأنت بتصورنا في شباب كثيرين بيشوفونا الآن، ممكن حابب إنه توجه لهم كلام؟ هل بتفكر إنك تدخل في مجال التدريب مثلا؟ والله طبعا أي صورة في حياتنا دي إنك دار تلتقي الصورة لابد تراعي فيها يعني أشياء كثيرة. دي صورة لنا إحنا في سام ولا أنا براك؟ إيه ليك أنت براك؟ كويس. سام برا الصورة. ما راح حسام صورتين برا. دي صورة انت وحسام. تمام. طبعا حتكون في مشاكل مع الإضاءة. يا ما في مشكلة مع الإضاءة، يعني الفلاش زمان كان الفلاش بيكون مباشر، الآن الفلاش يعني يبقى قلت لك هي مدرسة بتاعت فيزياء إنه السقف قريب الحمد لله أبيض. في قوة الارتداد من الفلاش للكاميرا، من الفلاش للسقف للجسم المراد تصويره، فقوة الارتداد هي بعد ذلك تعتمد على ثلاثة أشياء أساسية في اتخاذ اللقطة. إنك عندنا حاجتين مثلث التعريض اللي هو الفتحة والسرعة والحساسية. الثلاثة لو كانوا ما بتمزغات ما بتطلع لك صورة جميلة. احنا عندك رسالة أخيرة لكل يعني المختصين في هذا المجال والداخلين كذلك على هذا المجال وحابين التصوير الفوتوغرافي. اول حاجه يعني بسني على يعني بعد مجهودات الشباب، في شباب سافروا يعني عم غريب سافر بوسطان فات وكسل فات وين يعني جو يعني عكسوا بيصوروا تصوير جميل جدا من كل مصر سواء كان هذا يعني دي التحيه لك وتحيه لحضورك معنا وجمال المميزين ودائما بيحاولوا يطوروا الصوره يا حسام. كل تاكيد. اذا شكرا جزيلا الاستاذ محسن احمد ضيف الله للمصور الفوتوغرافي المحترف سيدنا بيك. شكرا لكم عبر الصباح الشرق لهذا اليوم. الله يبارك فيك ان شاء الله تكون طلعت تسمح بصورتنا. الله يخليك. ما صورنا مشاهدينا، كنت حاصوره لكن بعدين.